بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الفيدباك ماستر، طيب هي الفيدباك ماستر يا جماعة بتعملي كنترول في الفيدباك بتاعت السؤال. طبعا انت بتحاول تطلع تعزيز في حالة وجود سؤال. طب رايت الفكرة، انت لازم أن يكون معاك سؤال، والقصة بتاعت سؤال ديت يعني احنا نحاول نأجلها شوية. فبصوا يا جماعة، طب انا هبتدي اعمل انسيرت لنيو سلايد، ومعلش كويزنج وسؤال بس ترو اور فورس. انسيرت مش محور حديثنا في السؤال بتاع ترو اور فورس، بس انا عايز كل الناس اني في السلايد فيو معايا يا جماعة لاير لاير بتطلع لي ريسبونس، استجابة معينة لما القصة تبقى كوريكت، واستجابة معينة لما القصة تبقى انكوريكت. تمام، انت بقى بتحاول تعمل كنترول في القصه دي من البدايه، عايز تغير في تصميمها، عايز تغير في دي الفكره يا جماعه بتاعت السلايد ماستر، الفيدباك ماستر. طيب اوكي، خلينا نروح لقائمه فيو، نروح ليه فيدباك ماستر. بتلاقي ان انت عندك في الاول خالص دايت الروت معايا، بعدين الكوركت فيدباك ده لما تكون الاجابه بتاعك صحيحه، تحت منها في الانكوركت فيدباك لما تكون الاجابه بتاعتك مش صحيحه، تراي اجين فيدباك لما تحب تخليه يعمل تراي اجين، هنا الريفيو لما يخلص وانت بتحاول تعمل له ريفيو، هنا ثانك يو بعد ما خلص الامتحان بيقول له شكرا وكده، وبعدين عندي واحده فاضيه. انت طبعا ممكن تعمل اي حاجه في اي واحده من دول، ممكن تروح لقائمه انسرت تبتدي تدرج اي كنترول من دول، تحط ورده، تحط اللي انت عايزه. ديت بمنتهى البساطه القصه بتاعت الفيدباك ماستر يا جماعه. انت ممكن تمنتج عليها زي ما انت عايز، واللي انت او اللي حضرتك بتمنتج عليه بيظهر معاك في التعزيز. تمام، التعزيز ده احنا هيكون لينا بقى ان شاء الله باذن الله معاه في الاسئله او في طور تصميم الاسئله. ده اللي حابين نتكلم عنه او نلفت الانتباه ليه يا جماعه بخصوص الفيدباك ماستر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.